لو الحكاية فيها إن فيتو اللي حصل الجلسة دي سمعني ولا لا؟ حصل الجلسة دي كان المفروض الأحراس تفضل. المحكمة اختارت أحد المصنفات تفضل أحراس. ما عرفش يدخل الجهاز أصلاً. وحب يغير في الأمور. والمحكمة عرضت جهاز تاني برضه ما عرفش يشغله. وطلبوا المحكمة أجلت الدعوة ل 30 جامع. من 23/3 دي اللجنة بالإذاعة والتلفزيون. تاخد الأحراس وتودع تقرير وده مخالف وغير مطابق لطلبات الدعوة. طب وعشرين أربعة وعشرين أربعة دي إيه؟ وعشرين أربعة 30 هذه كانت 60 التقرير يعني الجلسة الجاية شهر 3 23/3 هتتحلف اللجنة من إذاعة التلفزيون اليمين تاخد الأجهزة تطبعها عندها وتحط تقرير وتجيبه لنا وده ما ينفعش احنا كده بنتشكك لان المحكمة قبل الكلام ده اقول ما كناش جبنا الاحراز المتضمنه واحنا عايزين نشوف الاحراز اللي ما تعرضتش على المتهمين اصلا الاحراز ما تعرضتش على المتهمين وده النم ورم على وفي عبث بالدليل اللي هو الاجهزه النيابه العامه طلبت الخلف لشه من بره الاجهزه والنيابه العامه طلبت الخلف لشه وهو اعترض عليه وده ما ينفعش وده ما ينفعش المفروض ان واحد فيكو